تيم رقم أربعة. فكرة الكونسيبت بتاعنا بتاخده من الفن هو أساس الحياة. حتى أساس الحياة العلمي هو الدي إن إيه الإنسان، والدي إن إيه هو أساس خلق الإنسان وأساس صفاته الوراثية وأساس كل حاجة. خدنا معانا نوع من أنواع الفنون هو الموسيقى، وأساس الموسيقى هو رتم النغمات الموسيقية. ودمجنا الفكرتين مع بعض بحيث نطلع الكونسيبت بتاعنا. فاحنا عندنا الكونسيبت لما بيكون مفتوح بشكل دي ان ايه بيدخل الإضاءة بطريقة معينة، وما بيكون ممكن يتحرك بيتحرك على شكل الرتم النغمات الموسيقية برضه هيدخل الإضاءة بطريقة معينة.